انا بصراحة عمري ما شفت ولدي ولا حسيت بيه كيتناول مخدرات. مجموعة الاشاعات اللي مطلقة انهم كانوا في هذا المكان كيتناولوا مخدرات. بغيتك تصبر، ضربتي لي بيدك عليها وقلتي لي هذا كان عندي 7:30 خرجت الصباح. لا ما قلتيكش انا داويتو. لا سمحي لي، حيت هاد الانسان انا ما نقدرش نحكم عليه بان هذا داويتو. النهار اللي اختفى تامي كتجي واحد النهار ما كتبقاش تعاود تشوفو، ضروري كتحس بنقص. داولي ولدي في واحد العمر، مقتبس العمر، زهرت العمر باش بالمخدرات اللي ما صابوا لها لا حيله ولا وسيله. بعد صدمة خبر الوفاة التي هزت أركان أسرة بناني مع ما تداعى عنها من موجات توتر وانهيار نفسي، قررت السيدة حياة العالم اللجوء إلى مدينة فاس إلى مسقط رأس المرحوم لتتمكن من إعادة ترتيب أفكارها بعدما بعثرتها مستجدات الملف. بداية شهر شتنبير اتصلت بي الفرقة الوطنية باش تعلمني بمقتضيات الملف اللي عندها. مشيت لعندهم لعين المكان وعلموني باللي الاطراف المعنيه راهم معتقلين، وباللي الابن ديالي تهامي بناني اللي مختفي في 2007 وتم توضحت الرؤيه على انه تم الوفاة ديالو في 2007. المهم علموني بالوفاة على أساس أنه توفى بموت طبيعي أو لا شي حاجة اللي ما كايناش تيقولوا مثلا أوفر دوز ما أوفر دوز. أنا هاد أوفر دوز وهاد الوفاة الطبيعية ما عنديش مشكل أنها تجسد وتعطل الخبرة باش نعرفوا هاد الوفاة هادي كيفاش كانت، لأن ما تقبلتش لي. أنا راه خاصني نبرأ الصحة ديال ولدي. كوم كوا راه أوفر دوز ما أوفر دوز، راه التشريح الطبي ولا كيبين كل شيء، واخا يكون على المدى الطويل. هنا وفاة مي كيبقى داك 0.90% ديال كنبقى داك لابغيش متشبته بها. هذيك كاينه فينا حنا كأمهات، ولكن اون جينيرال انا كنقول ولدي الوفاة كاينه، ولكن مي خديت الخبر يعني صافي تفاجأت به، يعني كانت بالنسبه لي ضربه قاضيه وبدايه معركه اللي ما كنتش عوال عليها. معركه ديال نعرف ولدي كيفاش مات. نفس الأسئلة حملناها إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء التي كثفت أبحاثها بناء على ملتمس السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، الذي على خلفيته أصدر قاضي التحقيق تعليماته بتكثيف البحث في الملف سنة 2017. التحقيق المعمق سيفضي خلال العام الجاري إلى اعتقال المشتبه فيهم وإيداعهم بالسجن المحلي بمدينة الدار البيضاء. بين مجموعة من النقاط اللي فاتنا بزاف في هذا البحث هو الأبحاث التقنية على الهواتف المحمولة ديال المشتبه فيهم اللي كانوا كيستعملوها في سنة 2007، حيث تبين بعد التدقيق في تحليل هذه المكالمات الهاتفية بأن مجموعة من تضارب ديال الأقوال ديالهم وبانوا التناقضات. هاد المشتبه فيهم كيأكدوا بأنهم أنزلوا المختفي بالقرب من محل السكن ديالهم والتحقوا بالسكن ديالهم هما كل واحد مقر سكن والديه دون أن يغادروا مقرات سكنهم لتواجدوا في شي أماكن أخرى. كانوا شباب دراري يعني في السن ديال المراهقة وفي السن ديال يعني كانت كتجمعهم مدرسة، غير هما بحكم السن ديالهم وداكشي ما كانش كيسمح ليهم
مثلا نقدموا مساعده للشخص مثلا في وضعيه صعبه، ولا مثلا خايفين من الوالدين ديالهم وبزاف الامور. ملي دابا كيحكي لي الاخ ديالي انهم ما قاتلينش، ما كاينش علاقه نهائيا لا بالقتل لا بهذا الشيء اللي كتقول هذه السيده في هذا الملف ديال تهامي البناني المرحوم تهامي البناني. يعني ما نهائيا كانت ان اوفر دوز، يعني الدري هو اصلا كيتعاطى المخدرات، هو اصلا مدمن على هذا الشيء. فهذا الشيء يعني كان ممكن يطرى لولدك ولا يطرى لواحد اخر، ولا يطرى كانوا مجموعين حدا الشاطئ كما كيعرفوا الناس كاملين. وحنا بعدا اولا حنا ما كناش هربانين مثلا من 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 الاعلام، لا بالعكس حنا بغينا الاعلام يجي ويعرف الحقيقه، الاعلام يجي ويسول يبحث. حنا حتى حنا كنبحثوا في الحقيقه ديال هذا الشيء. علاش؟ غير هو كان يعني بالنسبه للملف كان في سريه ملي كان عند الشرطه لا عند الضابطه القضائيه ولو ولا في المحكمه عند السيد وكيل الملك، كان عند قاضي التحقيق كان في سريه. يعني كيفاش انا غنخرج نقول واحد الحاجه وانا هو الملف سري؟ فهمتيني؟ اذا فحنا خلينا حتى وكان تعلن الجلسات الجلسه العلنيه والعموم كامل ممكن يحضر وممكن كل شيء يعني يتابع معنا هذه القضيه. وكانوا مجموعين حدا الشاطئ في سنه 2007، فكانوا تما بحكم هذاك الثانويه يعني بقرب من الشواطئ. يعني وكتعرفي يعني شاطئ المحمديه كل شيء الدراري الشباب كاملين كيجلسوا في الجانب ديال الشاطئ، فمشاو تما مجموعين كضحكوا عادي. يعني هما العدد ديالهم حاليا ملي تنسول الاخ ديالي شحال كنتو كيقول لك حنا بزاف، راه كانوا بزاف. يعني لان بحكم هذيك البلاصه مترددين عليها هاد الشباب كيمشيو لساله مثلا 4 4 ونص 5 كيمشيو الدراري جالسوا ديك الساعه ساعه ونص كتجي ديك الساعه باش كلشي كل واحد اللي كيدخل يعني البيوت ديالهم وداكشي. فبالنسبه للدراري شنو وقع لهم، هاد السيد بصح ركب معاهم يعني في السياره وداكشي كان في حاله هستيريه اصلا، واللي كيتبت انه كان في حاله هستيريه هو الحارس العام ديال الثانويه في ذاك الصباح. يعني كي هذه شهاده ديال الحارس العام ديال الثانويه انه كان كيتعاطى المخدرات من الصباح، هو كيتعاطى لهذا النوع ديال هاد الحبوب الهلواسه، يعني كيتعاطى لهم من الصباح. الدري خدا جرعه زائده، وقع اللي وقع مع الدراري. يعني في لحد الساعه باقي ما متثبتش واش فاش حطوه كان حي او ميت، فهمتيني؟ لان الدري هما الدراري شافوا الولد دخل في هذيك الصراع مع سميتو اول مره بالنسبه لهم مع ديك الحاله، كيشوفوا حاله بحال هكاك فتخلعوا. ملي شافوا الدري بحال جا الاختناق وداكشي ففكروا انه يكون في بلاصه مهويه، يعني باش الدري زعما هذا هو التفكير ديالهم. راه الدري ملي كندوي لك انا على الشباب ديال 2007 مثلا، اللي تنقول لك دري ديال 18 سنه ولا 17 سنه راه ما عندهمش تجربه، راه باقي ما عندوش تجربه في الحياه، راه باقي متابع ببا وبمو وبسير يعني والحظي وهادي وهادي وهادي. فاحنا الان كنتصدموا بالسيده كتهم الدراري بالقتل واتهمتهم انهم اثرياء وانهم بحيث الدراري اللي كان قتلوا ما كانش غيكون المسار ديالهم غير بالعقل، ما كانش غيكون المسار ديالهم دراسي متفوق. فاش غنرجعوا النتائج ديالهم غنشوفوا ان عندهم مسار دراسي متفوق، ما غيكونوش في المناصب يعني الكبيره من حيث العمل ديالهم وداكشي. فالاخ ديالي كيدير مهندس ميكانيكي، والهندسه الميكانيكيه كلشي كيعرف ان الهندسه الميكانيكيه كتحتاج النظام معلوماتي اللي صعيب، كتحتاج للتركيز. فكيف يعقل هذا السيد مثلا قاتل او لا داير شي جريمه خايبه وغادي ما غيركزش في حياته؟ هو حاليا رب اسره متزوج عنده طفل عنده 6 سنوات يعني، وحنايا الصراحه مصدومين وحنا مألمين، لان حشومه من العيب والعار وحشومه. هذوك الدراري ما دايرين والو وفي السجن دابا المده ديال 4 شهور وفما فوق، وهما في السجن ومتابعين في حاله اعتقال. ومن جهه اخرى يعني حتى الراي العام ما يعني الحقيقه ملي كنجيو نسولو ولو اذكروا امواتكم بالخير، فالمرحوم كان هو متعاطي المخدرات وكانوا اهله كيعرفوا هذا الشيء، وكانت السيده كتعرف ان الابن ديالها يعني متعاطي، وكان عاوتاني الشهاده ديال الاخ ديالو فاش شافوه في ديك الحاله انه في الشارع العام وفي ديك الحاله اللي هي السيريه ديال سميتو. فاش غنقول قدر الله ما شاء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وفي نفس الوقت حسبي الله ونعم الوكيل،
لان الملف ديالنا بيد الله ان شاء الله، لان هذه السيده ستقول ان عندنا ايادي خفيه وتتقول ان كل شيء معانا، فهذه ما كتدخلش للعقل، شي حاجه اللي ما تدخلش للعقل، لان طعنت فينا احنا كاسره وكعائله ومحافظه ومربين ومتخلقين. جلسه ديال الشباب قدر الله ما شاء. علاش كان داك القضيه ديال انهم كانوا كيقولوا حطيناه في باب دارهم وعاودوا يعني قالوا الحقيقه اننا فوالا راه حطيناه، لان من الاول السيده اتهمتهم بانه حرقوه. فتخيلي معايا انتيا يعني ملي غتجي يجيك الشرطي ويقول لك السلام عليكم حرقتي الدري، اجي حرقتي الدري فين درتيه؟ سي نورمال ما غتقوليش الحقيقه، كيفاش حرقته؟ واش انا فاش حطيته تحرق؟ واش انا فهمتي؟ يعني كيكونوا دي كاستيون اللي كانت يعني حنا اي واحد غيبغي يدافع على راسه، وفي هذيك يعني في هذيك سميتو يعني الدراري غيخافوا. سي نورمال غادي، وهذه ماشي هذا ماشي كيعني انهم قتلوا، وهذا ماشي كيعني انهم حرقوا، وهذا ماشي كيعني لان ملي كنسمعوا الفيديوهات ولا مثلا ملي كنشوفوا سميتو كنلقاو تناقضات، يعني بزاف ديال التناقضات، بزاف ديال الامور. يعني اش غنقول لك، الملف خد اكثر من الحجم ديالو. اللي خاص للراي العام يعرف هو ان هاد الوليدات ما دايرين حتى شي حاجه، هو مات اوفر دوز، وهما بحكم السن كيف ما قلت لك الاخت ديالي، يعني بحكم السن ديالهم ما عرفوش يتصرفوا امام يعني الحاله ديالو، ما عرفوش يتصرفوا. فاش غنقول لك، غنقول لك الله يكون في الحسن العون زعما ديال الام ديالو، وتا حنايا كداو مثال الله يكون في عوان الامهات، لان الام ديالي ما نقولش لك في حاله الان زعما تحت الادويه وبزاف الامور، كما المثال الامهات الاخرين كاملين. في نفس الوقت الاخ ديالي في السجن، يعني رحنا السجن شي حاجه اللي ما نقدروش نقول لك الحاله ديال السجن كي دايره، وما نقولش لك الانسان اللي ما مولفش السجن وبزاف، وبحيث ملي كنجيو نبحثوا الدراري ما دايرين حتى حاجه، ابرياء ما دايرين والو، زعما لا اله الا الله. هذه اللي الخطا اللي داروا انا قلت لك في التبليغ، والتبليغ ما كانش عندهم النيه انهم ما يبلغوش، فالطريقه اللي جاتهم في الاول فهي كانت صدمه ليهم، فهمتي؟ داكشي علاش ما تبلغوش، ما بلغوش وما بينوش الحقيقه. اما هما كيف ما دواو معاهم الشرطه القضائيه، وكان كل واحد في يعني بوحدو، وكان تحقيق يعني معمق المده ديال كان 48 ساعه كيف ما كتعرفي كانوا عند الضابطه القضائيه، فكان كل واحد كان نفس الكلام عندهم بثلاثه، ويعني فهمتي كان الكلام ديالهم بثلاثه، وبحيث واحد ما كيشوف الاخر، كان نفس الكلام الحقيقه راه قالوها انهم ابرياء، ما داروش اي، ما قدموش المساعده وما بلغوش. الطلب ديالي كنتمنى يعني من العداله تاخذ التحقيقات يعني اللازمه في هذا الملف، وكنتمنى يعني كذلك من الراي العام انه يشوف حاله ديال هاد الدراري، ويشوف هاد الوليدات كيفاش كانوا دراري شباب، كان طيش، كان راه ولدك عدو 17 سنه ولا 18 سنه، راه ماشي 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 رجل ناضج، يعني راه كنهضروا على شباب، كنهضروا على مراهقه، كنهضروا على يعني بزاف د الحوايج. هذا هو زعما الطلب ديالي، والحمد لله رجعنا في الله ان شاء الله، وفي القضاء ديالنا المغربي النزيه. وشكرا اختي. من هذا المنبر الاعلامي ديالكم الاخت زعما كنتمنى، كنادي اولا كنادي الاصدقاء، وكنادي كل اللي كيعرف هاد الدراري الابرياء، يعني كناديهم انهم يتدخلوا، وهما اللي غيشهدوا بالشهادات ديالهم، وغيهضروا على الوليدات كيفاش كانوا، وغادي يعني هما اللي غادي يعطوكم لا المسار ولا حتى الوليدات كيفاش كانوا. كنتمنى منكم حتى نتوما ديروا بحث يعني ميداني لهاد الدراري، وكنتمنى الطلبه اللي غيشوفوا هاد الفيديو يعطونا التعليقات ديالهم، يعطونا التصريحات ديالهم في حق هاد الوليدات اللي معتقلين. السلام الاخوه الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانين مهنيين كالعاده. دائما الجديد ديالنا هو هاد الخروج هذا ديال الاخت ديال احد المتهمين في القضيه ديال التهامي. وقبل ما ندوزو الله يرضي عليكم للتحليل ديالنا، ما تنساوش تربطوا الرابط في اول تعليق وتشتركوا في القناه ديال بنت عمتي، نكملوا ليها غير الشرط الاول، الله يفرحكم. كل مره كنقولها لكم، الله يعطيكم السر.
ودابا ندوزو للموضوع ديالنا بالنسبه للتصريحات ديال هاد الاخت هذا. احنا عارفين بان الولاد كان في واحد سن المراهقه طايشين ما عارفينش شنو كيديروا بزاف د الحوايج احنا عارفينها، ولكن احنا بغينا غير الحقيقه، ما طلبنا منهم حتى شي حاجه. زائد انت قلتي واحد الكلمه بان هاد التهامي هذا كان كيتعاطى المخدرات، مع ان كاينين بعض الناس اللي كيشهدوا بان الاخلاق ديالته مزيانه، واحد السيد اللي مؤدب ودرويش وزيد وزيد وزيد، ما قالوش لنا انه كان فيه البلية. المهم قلتي بان عائلته يعني عارفين هاد الشيء، الام ديالو قالت لك انا ما عارفاش، يعني ما عارفاش ولده واش كيتعاطى المخدرات ولا لا، قالت لك غير هما اللي قالوا، يعني غير على حساب الاقوال ديال الاصدقاء ديالو دخلوا لي هذه ديك الفكره ديالت بانه راه تيتعاطى المخدرات. انت قلتي بان الاخ ديالو اعترف بفمه، الاخ ديالو شنو قال؟ قال داك النهار اللي خوه فاش كان كيبان في ديك الحاله الهستيريا، قال الام ديالو بانني شفت خويا مع صحابه وراه تيضحك بلا قياس، ناشط بلا قياس، ربما واش واكل شي حاجه. يعني الاخ ديالو داك النهار غير كان واخدو الشك، يعني تخليه الشك، ماشي كان متاكد بان خوه راه تيتعاطى المخدرات. يعني ما تقوليش شي حاجه اللي ما كايناش، انت بغيتي تقولي بان راه خوه شهد فيه، لا خوه ما شهدش فيه، خوه غير قال ربما خويا ماشي في حاله طبيعيه، ربما يكون واكل معجون ولا شي حاجه. راكم عارفين الدراري هادو، ومن خلال الهضره ديالتك تيبان على ان هاد خوك ولا الاصدقاء ديالو ايضا راه عارفين شنو واقع، ماشي ما عارفينش. انت دابا ملي كتهضري بحال كتبغي تحكي الحكايه وشويه كتحبسي، كتبقاي غير حدك حد راه خدا اوفر دوز، راه كان وحدة البحر. يعني انت عندك ديجا معلومات على داك النهار شنو وقع، وخوك عنده معلومات على شنو وقع. احنا ما غاديش نتهموهم ونقولوا بان راه خوك وصحابه راه هما اللي قتلوا هاد التهامي، لا ما غاديش نتهموا الاتهام هذا. كما قلتي ربما بصح نيت من خدا ديك اوفر دوز وقع لي داك اختناق، الدراري غيتخلعوا ما يعرفوا ما يديروا لي. وكما قلتي بانهم حاولوا على حساب ديك الفكره اللي جاتهم يخرجوا على برا باش يعني يضربوا شويه البرد ويتنفس شويه، يعني راه عرفوا فين حطوه نورمالمون، راه غيكونوا بقاو معاه حتى يشوفوه واش راه ما بقاش مخنوق، واش راه ولا شويه، يعني ما يمكنش غادي يحطوه وغادي يمشيو، يعني راه بقاو معاه حتى اللي عطى الله عطاه، او لم الامانه دا امانته. هاد الدراري ما مطلوب منهم حتى شي حاجه غير يعترفوا بالضبط شنو وقع والجثه فين دارت، واش بلغوا الشرطه ولا ما بلغوهاش، واش مني شافوه مات هربوا خلوه بوحدو، واش قالوا هالشرطة ولا لا. يعني هذه هي المعلومات اللي بغينا نعرفوا، لان الا الشرطه ساقت الخبر عن طريق هاد الاصدقاء راه ضروري غادي يكونوا عارفوا شكون هو هذا الدري وشكون عائلته، يعني ما يمكنش هاد السيد غادي يتدفن بلا ما يعيطوا على عائلته، بلا ما عائلته تسيق الخبر، بلا ما حتى شي حاجه، ولا على الاقل هاد الدراري كان عليهم يمشيو غير يقولوا للام ديالو راه ولدك خدا اوفر دوز وها شنو وقع شنو وقع، واللي عطى الله عطاه، وسيري عتقي ولدك راه في البلاصه الفلان فلانيه، ولا راه حنا ديناه للسبيطار ولا. المهم على الاقل يعطيوها مسكينه غير اشاره وتعرف ديك الساعه ولدها فينا هو. ما فهمتش كلشي ضرب الطمان، الدراري خاصهم يتحاسبوا، ماشي ما غاديش نحاسبوهم. كيفاش غنوصلوا للحقيقه الى ما عيطناش على هاد الدراري وحاسبناهم وسولناهم؟ كيفاش غنوصلوا للحقيقه؟ صافي غنقولوا راه غير كانوا مراهقين، صافي الله يسامح، لا راه هما اللي عندهم صحه الاخبار، راه هما اللي عارفين شنو كاين، ضروري غادي يتحاسبوا ديك الساعه مني غيعرفوا انهم هما ما عندهم حتى شي دخل، غادي يطلقوهم. قال لك ما ديرش ما تخافش، علاش غادي يخافوا؟ ياك هما ما قاتلينش ما عندهم علاش يخافوا. وحتى بالنسبه للام ديال التهامي من الاحسن يعني تحاولي تفادي ديك القضيه ان توجهي واحد التهمه مباشره بدون دليل، مثلا تقولي راه حرقوه ولا داروا ليه ولا فعلوا ليه، فقط غير باش ما يتخلعوش ويعترفوا بالحقيقه ويقولوا شنو كاين. لان فاش غادي يسمعوا ان مثلا الام كتتهم دوك الاصدقاء انهم راه هما السبب وهما اللي قتلوه وهما اللي حرقوه، غادي يتخلعوا وما غيعترفوا بحتى شي حاجه
الا وغادي يمشيو فيها كاملين. من الاحسن نبقاو حنا غير نسولو فينا هو التهامي، فين دارو، في شنو وقع لي داك النهار، نبقاو غير نسولو ولكن ما نوجهوش شي حاجه مباشره باش الدراري ما يبقاوش ساقلين. لان فاش كنقولوا ليهم واحد اولا كنوجهوا ليهم واحد التهمه مباشره صافي كيتخلعوا، مستحيل غادي يعترفوا. نتسايسوا معهم غير بالخاطر وبال يعني بالتي هي احسن غير باش يقروا لا غير، ماشي حيتاش حنا كندافعوا عليهم ولا حنا من جهتهم، لا 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 مستحيل غادي نجيو من جهتهم، لان القضيه فيها روح مشات، لان القضيه فيها اوفردوز. كيفاش الدري حتى خدا هاد الاوفردوز؟ راه فيها بزاف تساؤلات، واش من دايتو راسو، واش شي حد اللي زيدو ياخد هاد الاوفردوز. المهم يعني القضيه راها كبيره وبزاف بزاف، واني الحمد لله هاد القضيه مني تحولات الراي عام، ودابا كل شيء ولا تهضر عليها، ماشي كيف ما من قبل كانت محصوره غير ما بين بعض الصحافه والقنوات، لاني دابا مني ولا كل شيء عارف. في حين ان التحليل ديال المكالمات الهاتفيه ديالهم ورصد التموقع الجغرافي ديال التواجد ديالهم بين تواجد ديال المشتبه فيه الرئيس حوالي 10 ليلا منطقة طماريس، ومع الساعة 11 منطقة زناتة في الدار البيضاء، غير أنه بعد المواجهة ديالو بل كما قلت لك النتائج التقنية والتصريحات ديال الشهود اللي كيأكدوا التواجد ديالو في الدار البيضاء وبأنه راه اقتنى كمية ديال المخدرات اللي هي كبيرة يوم الحادث، وبالتواجد ديالو في منطقة طماريس مع العشرة ديال الليل، ومنطقة زناتة مع الحداش ديال الليل، وبمكالمة ديالو هاتفية مع الحداش ديال الليل مع أحد المشتبه فيه من اللي قلت لك بقى في المحمدية، لم يجد بدا من الاعتراف بحقيقة الأمر. الاعتراف ديال المشتبه فيه الرئيسي كان بتفصيل، حيث أفاد بأنه راه أكد تصريحات ديال الشهود بأنه راه جا للدار البيضاء هو والمختفي نهار الواقعة، وبأنه مرقتناو كمية كبيرة من مخدر الإكستا كتوصل 30 ولا 40 حبة. انتقلوا للشاطئ مدينة المحمدية، هناك تناولوا المخدر ديال الإكستا وتناولوا المشروبات الكحولية، غير أن المختفي يعني تناول هذا المخدر الإكستا بإفراط. مع ديك زوايا الخمسة كنت أنا مع واحد الدراري صحابي، كنا حدا المطاحن الكبرى، هو دايز بالطوموبيل هو وصحابه، شافوني صحابه شافني هو، خرج من الشرجم كيعيط عليا سيمو سيمو خويا. انا تصدمت تفاجات، قلت كيفاش هو مقلق عليا الصباح وكيغوت عليا دابا. قلت انا سنتت انه متناول شي حاجه مخدرات، ماشي عادي في هذيك اللحظه. بعد ذلك سيتعمد هذا المشتبه فيهم الاثنين بنقل هذا القاصر المختفي من المدينه المحمديه الى غايه سيد رحال، خوفا من معرفتهم او مشاهدتهم من طرف اي من المعارف ديالهم لاكتشاف الامر، يعني خوفا من اكتشاف الامر باش ما يشوفهمش شي واحد معاه هو في هذيك الحاله ديال الغيبوبه وداك الشيء. راه داو المنطقه طماريس، للتاكد من هاد الاعترافات راه تم بارشاد ودلاله من هاد المشتبه به الرئيسي، يعني تم انتقال عناصر من هذه الفرقة اللي ورانا المكان بالضبط فين تخلاو فيه على الجثة ديال المختفي تهامي بناني. حسب إفادة الشرطة القضائية فقد عثر أحد الحراس على جثة تهامي بناني بغابة واد مرزق بمنطقة طماريس، وأبلغ الدرك الملكي على خلفية الأمر. في هذا الصدد تم التنسيق مع مجموعة من المصالح، بداية من مصلحة الدرك الملكي
لان الجود تاع حسب التصريحات ديال المشتبه فيهم كيقولوا بانه راح حطوه في واد مرزك من غير الدرك الملكي. تم تنسيق مجموعه من المصالح يعني مصلحه الطب الشرعي سواء بالرحمه او بنور رشد يعني مراكز الوقايه المدنيه مجموعه من المصالح حتى تم التوصل الى تقرير ديال التشريح ديال الجثه يعني تقريبا بنفس المواصفات اللي عطينا حنا اللي مدينا بها هذه المصالح. هذه الصور فوتوغرافيه تم عرضها سواء على والدة المختفي حياة عالمي أو على الأخ ديالو وحتى على المشتبه فيهم اللي أكدوا يعني سواء الوالدة ديالو ولا الأخ ديالو ولا اثنين من المشتبه فيهم الرئيسيين اللي تخلصوا من الجثة ديالو في الغابة اللي كيأكدوا بأن هذيك الجثة راه ديالو وبأن هذوك الملابس راه ديالو لدرجة أن الوالدة ديالو تعرفت على الجوارب ديالو يعني كانت الملابس واضحة وكل شيء كان واضح. كنت في 3:30 جاو صحاب موراه في الطوموبيل وبغيتك تصبره ضربتي لي بيدك عليها قلتي لي هذا كان عندي 7:30 خرجت الصباح لا ما قلتيش انا داويتو لا سمحي لي مخصوع عليه الطول حمر مخصوع عليه لا 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 زعما خاصني انه ماشي عليا ولا بالضبط علاش مخيش علاش مخيش كدا ما عرفتش راسي من رجلي لا خدمتي في الخير لا داري في الخير لا انا ولادي في الخير كنا تحطمنا كنا الضحكة كتخرج من العبار وخا كنضحك حتى نقول ما يمكنش ما عرفتش ولدي وانا نضحك ما كنبغي نفوج نقول ما يمكنش ولدي ما عرفتش الظروف ديالو وانا نفوج جوج حاجات باش نهرب شوية من داك روتين ديال 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 البحث على التهامي وعلى الهضره على الدفن ديالو وعلى كيفاش وعلاش وفوقاش يعني هادو حوايج وتروني شويه وبغيت نرتاح لان محتاجه للراحه وجيت لفاس مسقط راسي ومسقط راس الزوج ديالي اللي هو با الله يرحمه ومسقط راس المرحوم تهامي بناني. جيت لهنا باش نتراحم مع الاحباب ديالي ونشفي واحد الغالي اللي هو عندي ديال انني كنشوف راسي ولدي مات وما عنديش حق نعرفو فين كاين او نترحم عليه او نقرا عليه او ندير له الجنازه ديالو او انا ماشي طبيعيه كنت ماشي طبيعيه بكوني ولدي ما كاينش دابا انا عاوتاني مازال ماشي طبيعيه بكون انني الناس كيموتوا لهم ولادهم ولحبابهم كيمشيو يعلموا واحد القبر وتيترحموا وتيقراو وتياخذ حتى هو حقه من داكشي اللي كياخذوا الناس. انا بصراحه تحرمت من هذا الحق هذا وجيت باش نيت نشفي الغالي ديالي ونبرد الليعه ديالي. حق ولدي كنشوفو دابا معركة اللي غادي نصف بها وليدي وغادي نعرف حقه نعرفو كيفاش مات فوقاش مات علاش مات اشنو دار به اشنو واش الجثة ديالو تنكل بها وتمثل بها واش الجثة ديالو كاينة او ما كايناش كيدي جثة دي قبر كيدي وفاة دي بلاصة معينة فين تدفن هاد السيد هذا. هذه كلها أسئلة كنطرحها وجيت أنا قلت لك جيت كان ما عندي نقص أنني كنترحم على ولدي ما عرفت فين نترحم على ولدي كنترحم عليه هكذا وصافي. أما أنا راه بغيت القبر ديال ولدي وبغيت نعرفه باش مات وبغيت نعرف اللي الدين اللي ساهموا في هاد في هاد في هاد في هاد الاختفاء وفي هاد الملابسات وفي هاد الشيء الحرام 12 عام.